كتير منكم بيبعت لي دكتوره نذاكر ازاي مثلا او تي سي، او ابتدي اعمل ايه، انا تايهه مش عارفه اعمل ايه، خصوصا ان لسه متخرجين جديد. بصوا دكاتره، احنا عندنا في كذا خطوه كده لازم تكون عارفهم. مثلا انت عايز تذاكر حاجه معينه، هتبتدي تنقي اكتر حاجه بتجيلك الصيدليه. يعني مثلا نفترض ان انت اكتر حاجه بتتعرض لها في الصيدليه في الوقت الحالي ادوار البرد، فحاول تبتدي بحاجه في الريسبيراتوري. يعني هتدخل على الريسبيراتوري سيستم وتشوف الفيديوهات اللي موجوده في الريسبيراتوري، هتبتدي تذاكر مثلا من دكتور عبد المتعال الاول او من دكتور دهشان الفيديو اللي يريحك والطريقه اللي تناسبك اكتر في مذاكره الفارما هتسمعها، وبعد كده هتروح فاتح كتابين مهمين جدا اسمهم كوميونيتي فارماسي او سيمبتومز ان ذا فارماسي. الاثنين احلى من بعض واسهل من بعض وابسط من بعض، ولكن ما تنساش تقرا المقدمه بتاعه الكتب علشان هتفرق معاك كتير جدا في فهمك للموضوعات اللي موجوده جوه الكتب دي، تمام؟ عشان تعرف طريقه الكتاب اصلا. هتبتدي تذاكر لوحدك، هتعرف تذاكر لوحدك، مفيش اي مشكله خالص. ما عرفتش تذاكر لوحدك والدنيا معقده معاك وعايز تبسيط شويه، احنا في محاضره بقدمها اسمها محاضره الاو تي سي. المحاضره دي بتبقى عباره عن ساعتين شرح لكل الكتب الخاصه بالمذاكره بتاعه الاو تي سي، وازاي نقدر ان احنا نفهم حوار الاو تي سي، وايه اكتر الكتب الغلط اللي انتوا بتذاكروا منها للاسف، تاخد معلومه على الوش خالص سطحيه، فتلاقي نفسك في الاخر معرفتش تذاكر اي حاجه. فانتوا حاولوا الاول تذاكروا لوحدكم، الموضوع مش صعب، ولكن انتوا مستعجلين. اكيد انت مش هتطلع من الكليه النهارده تبقى بكره بيرفكت في الصيدليه، لازم في حاجه اسمها خبره وفي حاجه اسمها وقت، لازم الوقت ده تاخده الاول وبعد كده تبتدي تلاقي نفسك ان شاء الله ابتدت الدنيا تشتغل معاك. امسك شابتر شابتر عشان ما تزهقش، ابدا بالشباترز السهله الاول عشان تقدر ان انت تبقى عندك الموضوع بسيط ان شاء الله معاك مع الوقت. هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد وقت على حسب انت مجتهد قد ايه. لو ظبطت لنفسك جدول بشكل مثلا يومي تذاكر حته صغيره، يعني خليك في استمراريه في الموضوع، ما تبقاش انت بتذاكر يعني حاجه كبيره وتيجي بعد كده توقف خالص ما تذاكرش اي حاجه، لا كده غلط. ذاكر بمقدار صغير بس بشكل مستمر، هي دي الحاجه اللي بتخلي الشخص يستمر على المذاكره. انما مثلا انا جيت في يوم ذاكرت شابتر كامل وبعد كده اليوم اللي بعده انا مش طايق اعمل حاجه وقعدت شهر ما بذاكرش حاجه خالص، هي دي المشكله اللي احنا كلنا بنقع فيها تقريبا. فننظم بس الدنيا شويه، محدش يشتري كتب من غير ما يكون عارف هو يعمل بيها ايه، لان الكتب غاليه جدا، فمحدش يشتري حاجه الا لما يكون عارف هو هيعمل بيها ايه الاول. وممكن تطبع جزء جزء بي دي اف من البي دي اف بتاعت البي دي اف بتاعت الكتب، بحيث ان انت ما تضيعش فلوسك على الفاضي وفي الاخر تركن الكتب دي على الرف. ده فيديو كان سريع كده، حبيت يعني اصوره لكم من المكان الجميل ده، لقيته قدامي قلت اما اصور لكم منه بالمره واحنا هنا. بس يعني تمام، اللي عنده اي اسئله او اي حاجه بقى بتقف قدامه برده سيبوها لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها قريب. يلا باي باي.